بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة سنة ثالثة ثانوي جميع الشعب العلمية، مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات. اليوم جبت لكم سلسلة من التمارينات للمراجعة. إذا نبدأ على بركة الله في أول تمرين. إذا يقول التمرين لتكن جي دالة معرفة على R بالعبارة التالية: جي لي إكس تساوي 1 ناقص إكس مربع أسيد إكس. يقول السؤال: احسب ليميت جي لي اكس لما اكس تؤول الى زائد ما نهايه، وليميت جي لي اكس لما اكس تؤول الى نقص ما نهايه، ماذا تستنتج؟ اذا نبداو على بركه الله في الحل النموذجي. اذا الحل النموذجي هو كالتالي: اولا نكتب ليميت جي لي اكس لما اكس يؤول الى زائد ما نهايه تساوي، نعوض عباره جي لي اكس اللي هي 1 ناقص اكس مربع اسيد اكس لما اكس يؤول الى زائد ما نهايه. ثاني شيء نذكركم بالنهايات المشهورة للأسية. عندنا نهاية أسية إكس لما إكس تؤول إلى زائد ما نهاية عندي تساوي زائد ما نهاية، وليميت أسية إكس لما إكس تؤول إلى نقص ما نهاية تساوي الصفر. إذا لاحظوا معايا، كعيد لحساب أي نهاية الطريقة الأولى هي طريقة التعويض. إذا نعوض. إذا لاحظوا معايا هنا ليميت واحد تبقى واحد، ثم ليميت اكس مربع أسية اكس لما اكس تؤول الى زائد ما نهايه هي نهايه مشهوره، كم تساوي؟ ايضا راح تساوي لي زائد ما لا نهايه. اذا نكتبها لكم. اذا نقول عندنا ليميت، اذا نتابع، اذا قلت ليميت اكس مربع أسية اكس لما اكس تؤول الى زائد ما نهايه تساوي زائد ما نهايه، ثم بعد ذلك اذا نولي للنهايه تاعي، اذا ليميت 1 ناقص اكس مربع أسية اكس لما اكس تؤول الى زائد ما نهايه، قلت ان هذه تؤول الى زائد ما نهايه مسبوقه بناقص تولي لي ناقص ما لا نهايه، ناقص ما لا نهايه زائد 1، اذا راح تولي لي تساوي ناقص ما لا نهايه. نتابع النهايه الثانيه، قلت النهاية الثانية ليميت جيلي إكس لما إكس تؤول إلى نقص ما النهاية تساوي، نعوض قيمة جيلي إكس اللي هي 1 ناقص إكس مربع أسية إكس لما إكس يؤول إلى نقص ما النهاية. إحنا نعلم أن نهاية إكس مربع أسية إكس لما إكس تؤول إلى نقص ما النهاية تساوي صفر، هذا حسب درس نهاية التزايد المقارن. لماذا؟ لأن أسية إكس هي أسرع من أسية إكس أس آن. دائما كي تلقاو هنا مثلا عندكم إكس أس اثنان أو ثلاثة أو أربعة في أسية إكس، دائما تخلوا الإكس أس آن شوفوا أسية إكس. هنا لما إكس تؤول إلى نقص ما نهاية أسية إكس ماذا تساوي؟ تساوي صفر. إذا النهاية كامل هذه نهاية إكس أس اثنين في أسية إكس راح تساوي لكم الصفر. إذا نلاحظ، إذا نكتب بما أن هذه تساوي صفر، واش تولي لي النهاية؟ تولي لي 1 ناقص صفر وتساوي الواحد. إذا نكتب هذا النهاية تساوي الواحد. يقول السؤال ماذا نستنتج؟ لاحظوا معايا، لقيت ليميت جي لي إكس لما إكس يؤول إلى نقص ما نهاية تساوي واحد. إذا هذا النهاية كي تلقاو ليميت جي لي إكس لما إكس يؤول إلى نقص ما تساوي عدد، نقول أن هنا المنحنى يقبل مستقيم مقارب في جوار نقص ما النهاية. إذا نكتب، إذا كتبت لكم الإجابة، نستنتج أن المنحنى سي إف يقبل مستقيم مقارب أفقي في جوار ناقص ما لا نهاية. ننتقل على بركة الله إلى التمرين الثاني. التمرين الثاني يقول لتكن h دالة معرفة على r بالعبارة التالية: h لx يساوي x مكعب ناقص كوسينوس x. طبعا يقول من أجل كل عدد حقيقي x حيث x أقل من الصفر، برهن أن h لx أقل أو تساوي من x أس 3 مكعب زائد 1، ثم استنتج ليميت h لx لما x تؤول إلى نقص ما النهاية. أنصحكم أن تحبسوا هذا الفيديو ثم محاولة بسيطة ثم تحاولوا يعني تولوا للحل النموذجي. إذا نعود إلى الحل النموذجي، لاحظوا معايا كيف راح نحصر h لـ x. لاحظوا معايا، إذا ركزوا معايا، h لـ x عبارة عن x مكعب ناقص كوسينوس x.
هنا باش نحصل اش لي اكس كيكون عندكم عباره فيها الكوسينوس والسينوس، القاعده هي كالتالي: دائما تبداو بالخطوه التاليه. حنا نعرف ان مهما يكون اكس ينتمي الى العدد الحقيقي، عندنا الكوسينوس اكس دائما او سينوس اكس محصور بين العدد واحد وناقص واحد. وش معناتها؟ معناتها يدي قيمه بين ناقص واحد وواحد. ثم بعد ذلك احنا اش لي اكس عباره عن اكس مكعب ناقص كوسينوس اكس. اول خطوه راح نضرب كوسينوس تاعي في ناقص باش نجبد عباره اش لي اكس تاعي نبنيها. اذا نقول نضرب المتباينة تاعي في ناقص واحد. اذا بعد ما كتبت نضرب المتباينة تاعي في ناقص واحد اتحصل على التالي: تالي ناقص واحد في ناقص واحد واحد. ولكن حذاري، المتباينة كي نضربوها في عدد سالب راح اغير من الاتجاه، اذا هنا يولي اكبر او يساوي كوسينوس اكس في ناقص واحد كوسينوس اكس. هنا ايضا اغير من اتجاه المتباينة تولي اكبر او تساوي من ناقص واحد. اذا هذا الشكل راح نرده مثل هذا الشكل، يعني نكتب ناقص كوسينوس اكس محصور بين العددين. هنا دائما على اليمين نكتب العدد الاكبر، هنا بين واحد وناقص واحد ما هو العدد الاكبر؟ هو واحد. وعلى اليسار دائما نكتب العدد الصغير، العدد الصغير هو ناقص واحد. اذا تحصلنا على نفس الشيء، ناقص كوسينوس اكس محصور ايضا بين ناقص واحد وواحد. ثم واش راح ندير؟ راح اضيف اكس مكعب الى الطرفين. عندما نضيف اكس مكعب للطرفين نتحصل على اكس مكعب ناقص واحد اصغر او يساوي، نعلم ان كي نضيف عندما نضيف عدد الى متباينه ما تتغيرش اتجاه تاعها سواء كان عدد سالب او عدد موجب. اذا نتحصل على ناقص كوسينوس اكس زائد اكس تكعيب اصغر او تساوي من واحد زائد اكس والثلاثة. واش نلاحظ؟ هذه العبارة اللي هي اكس مكعب ناقص كوسينوس اكس ما هي الا اش لي اكس. اذا تحصلنا على اش لي اكس اصغر او تساوي من اكس مكعب زائد واحد، وهو المطلوب ايجاده. أتمنى فقط أنني وفقت في شرح هذا السؤال. نتابع السؤال الذي يليه، يقول: استنتج ليميت اش لي اكس لما اكس يؤول الى ناقص ما النهايه. احنا في سؤال سابق برهنا ان اش لي اكس محصوره او اقل او تساوي من اكس مكعب زائد واحد. اعتذر، اذا قلت اش لي اكس اصغر او تساوي من اكس مكعب زائد واحد. واش راح ندير؟ راح ندخل ليميت هنا ليميت لما اكس يؤول الى ناقص ما النهايه. اذا ندخل ليميت الى طرفي المتباينه نتحصل، اذا عندما دخلت ليميت للطرفين تحصلت على ليميت اش لي اكس لما اكس يؤول الى ناقص ما النهايه اصغر او يساوي من ليميت اكس مكعب زائد واحد لما اكس يؤول الى ناقص ما النهايه. الان راح نحسب ما هي ليميت اكس مكعب زائد واحد لما اكس يؤول الى ناقص ما النهايه. لاحظوا هذه اكس مكعب لما اكس يؤول الى ناقص ما لا نهايه، ماذا يساوي؟ حيساوي ناقص ما نهايه في ناقص ما نهايه في ناقص ما نهايه. اذا واش يساوي لي؟ راح يساوي لي ناقص ما لا نهايه. اذا نكتب، اذا لقينا ليميت اكس مكعب زائد واحد لما اكس يؤول الى ناقص ما نهايه تساوي ناقص ما نهايه. لاحظوا معايا واش راح نتحصل؟ نتحصل على ليميت اش لي اكس لما اكس يؤول الى ناقص ما نهايه اقل او تساوي اقل طبعا او يساوي معليش من ناقص ما النهايه. اذا حسب مبرهنه حصر الحصر في ليميت في النهايات، فان مباشره نستنتج ان ليميت اش لي اكس لما اكس يؤول الى ناقص ما النهايه تؤول الى ناقص ما النهايه. لماذا؟ ما هي النهايه التي هي اقل من ناقص ما النهايه؟ النهايه التي هي اقل من ناقص ما النهايه هي ناقص ما النهايه. اذا نقول نستنتج ان ليميت اش لي اكس لما اكس تؤول الى ناقص ما النهايه تساوي ناقص ما النهايه. اذا نكتب، اذا هذا هو اخر سؤال. اتمنى فقط انني وفقت في الشرح المبسط لهذين التمرينين. اذا اعجبتكم الفكره ندير لكم سلسله من التمرينات، ما عليكم الا تعليق بسيط يصلني ليشجعني على المواصله. ثم بعد ذلك ابنائي الطلبه راكم
مهيئين لشهادة البكالوريا 2021. ما عليكم إلا من الآن من الآن الاجتهاد والمثابرة لكي تصلوا إلى بر الأمان، بر النجاح، بر التفوق بإذن الرحمن، والنيل من شهادة البكالوريا. إذن أقول لكم بالتوفيق للجميع، والسلام ختام.